see the river Nile? بس The river Nile is نهر النيل يا آدم. The river Nile. The river Nile. طيب نهر النيل ممكن نقرأ مع بعض؟ بنهر النيل في نباتات موجودة في بامبو النهر وحيوانات بامبو موجودة في بامبو النهر زي ايه بقى؟ بامبو يعني بامبو بيربو بابيرس بابيرس لا دي بيبارس بيبارس. ادم اسمعني 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 ويت اخليك تقرا يا ادم اصبر ويت ويت so there are some plants and there are some animals okay يعني في عندنا في النهر يا ادم بعض النباتات وبعض الحيوانات plants like what bamboo bamboo papyrus papyrus and banana plants banana plants يعني في النهر عندنا ايه النباتات اللي موجوده في النهر يا ادم؟ بامبو نبات الانسان بس نبات الارضي and banana plants banana plants ممكن ادم تبقى لي موجوده النباتات الموجوده في نهر النيل؟ بامبو يا رايت بامبو بيبرز بنانا لا بيبارس رايت بيبارس بنانا بلانت بيبرز يا رايت بنانا بلانت رايت يا رايت and there are animals like what fish turtle crocodile and hippo Adam, what about the animals in the river, the River Nile? So, Crocodile. Crocodile. Hippo. Hippo and what? Fish and turtle. Fish and turtle. Okay, Adam, the next page. The River Nile is the longest river in the world. الجملة دي مهمة أوي أوي يا فات، ركزي معايا. The sentence is so important. Yeah, the River Nile. The River Nile is the longest in the world. الجملة دي معناها إيه يا شهد؟ معناها إن نهر النيل هو أطول أنهار العالم. The River Nile is the longest river in the world. Adam, you can read this. ممكن تقرأ دي أدم. The river Nile is Yes. the longest river in the world. الجملة دي معناها ايه يا ادم؟ يعني ايه ذا ريفر نايل از ذا لونجست ريفر ان ذا وورلد؟ يعني نهر نهر النيل، نهر النيل طول نهر اطول أطول نهر في العالم اوكي يا ادم مره ثانيه لا لا ويت انا ما قلتش حاجه ثانيه يا ادم استنى حاجه استنى the river Nile is the longest river in the world يعني ايه الجمله دي يا شاد يعني نهر النيل هو اطول نهر في العالم ثاني يا شاد the river Nile is the longest river in the world أكبر نهر طيب يا آدم ينفع أقول the river Nile is the shortest river in the world؟ لا Of course
عشان هو مش اقصر انهار العالم، هو اطول نهر في العالم. So the river Nile is the longest river in the world. It is in Egypt and in other countries. نهر النيل ده موجود في مصر وفي 10 دول تانيين غير مصر. نهر طويل جدا، اطول انهار العالم. So lots of animals live in the river Nile. Some of these are يعني في آدم بعض الحيوانات بتعيش في النهر زي ايه؟ Crocodile, hippo, fish, turtle. Right, perfect. Perfect. يا شهد lots of plants grow here. لا اكيد في حاجه بس دي for example يعني بعضهم some of these are بعض الحيوانات الموجوده في النهر او بتعيش في النهر. شهد lots of plants grow here too. ايه بقى قولي لي some of them، يعني بعض النباتات اللي بتنمو بالقرب من او في بتنمو برضه في الموجوده في النهر زي ايه؟ الأشجار بامبو يا ريس بلانت يا شهد، نباتات يا شهد. بامبو غربو غربو ريفرس اند بانانا بلانت. بانانا بلانت، بانانا بلانت. هومورك الصفحة الثانية هومورك. ناخد page 169 is homework. اوكي عدم الصفحة الثانية هومورك. نعمل مع بعض دلوقتي عدم بيج 170 read number 5. Desserts are أكيد معايا عشان نقوله مع بعض. اوكي يا آدم، هي مشكلة هو مشكلة اللي مش عارفة قلت لنا اللي هو الصفحة اللي انت هتحلها معانا دي هوم ورك. لا انا قلت الهوم ورك الصفحة اللي قبلها يا شاد. يعني دي 169 دي هوم ورك تمام، هنحل بقى اللي بعدها 170. هاي يا ادم جاهز؟ يس ايه مجال دايمز. اوكي يا ادم ريد ناو. واللي فوق هوم ورك ولا قبل كده؟ مش فاهم دي صفحة كام يعني. سوري سوري خلاص. طيب اوكي يا ادم يلا جاوب بقى السؤال ده. أجاوب السؤال ده. Desert are hot and candy. Sandy, لا. right. What? قلت candy or sandy? قلت candy. لا هي candy false. It's sandy, not candy. Sandy. يعني مليئة بالمال. Sandy. Sandy. يلا يا مس. اوكي اوكي يا شاد نمبر 2. There isn't a lot of rain in. There isn't a lot of rain in. يعني ما فيش، لا يوجد مياه مطر كتير. فين المطر بيكون قليل قوي؟ فين؟ Deserts, forests or oceans? Or oceans. No, not forest.
فورست فورست. فولس يعني. غلط غلط يا سعد، فولس فولس. ما فيش ميه فين يا سعد؟ يعني المطر بيكون قليل فين يا سعد؟ بيكون قليل فين المطر؟ في السعودية، في الصحراء، ديزرت الصحراء ولا الاوشنز المحيط؟ في المحيط. يعني المحيط اللي كله مياه وامطار، ده بيكون مطر فيه قليل يا سعد ولا في لا الصحاري؟ في الصحراء. يبقى ديزرت ديزرت ديزرت. There isn't a lot of rain in the desert. There isn't a lot of rain in desert. يا آدم أي نمبر مس 7. مس، وهنا المطر بيبقى قليل في السعودية، يعني ما تلاقيش مطر كتير هنا. هي سهل. آدم نمبر 7، نمبر 7. Seven. The river Nile is very, very salt. ريفر نايل لا صوت لا short. لا شورت ولا حتى short. ولا حتى شورت رايت، يبقى از وات از فيري Long. لونج، يعني طويل جدا. لونج لونج، ذا ريفر نايل از فيري لونج، ذا ريفر نايل از فيري لونج. سؤال نمبر 8. هو اللي قبل الغمار كده، اللي قبله اللي قبليه غمار برضه. يا ادم هوم ورك برضو، وانا كمان هبعت تاني على التليجرام الصفحات، فما تقلقش يا ادم من حاجه زي كده، ما تقلقش. اوكي مس، ممكن تبعتيلي هوم ورك في الموبايل؟ ابعتلي هومورك في الموبايل، مش عندي في الكتاب خالص، وانا حلو في الموبايل. اوكي يا ادم، ماشي يا ادم. اوكي سو شاهد يور تيرن، دورك يا شاهد. Crocodiles, hippos and fish. The crocodiles, the hippos, the fish in the river Nile live, fly or run. يعني بيعيشوا في river Nile ولا fly بيطيروا ولا run بيجروا؟ بيطيروا. live live live، يعني live in the river Nile، بيعيشوا يا شاد. live in the river Nile، live in the river Nile. استني مش Crocodiles, the استني مش hippos and انتوا عدتوني انتوا Nile. عدتوني. يا آدم طيب Plants grow next to the What nine? Say لا لا ocean yes ocean 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 فوز ocean فوز اوشن فوز، نهر النيل اسمه ايه يا ادم؟ river ريفر نايل، river ريفر river نايل. قول لي انا بسالك، نهر النيل معناها ايه؟ ريفر نايل اسمها ايه يا ادم؟ river ريفر نايل نايل، ريفر نايل، ريفر نايل، اوه ريفر نايل. كيرتي يا شاد بامبو اند بيبارس ار، يعني نبات الخيزران ونبات البردي، دي عباره عن ايه؟ بلانتس نباتات اور انيمالز حيوانات. عن نباتات. لا نباتات بلانت ار بلانتس يا رايت بلانت. اوكي اوكي ادم هاف يو فينيش؟ يس مس. يس اوكي ادم. نخلص أول واحدة فيكم. لا انا مخلصه أوكي. الاول. تقول أوكي أدم read and answer number one. Right true or false؟ إيه ده؟ هو مش ده هوم ورك؟ نو لا ده أنا هنحل البيج دي، هنحلها كلها يا آدم، تمام؟ البيج اللي بعدها هوم ورك، يعني في بيج قبلها وبيج بعدها. أوكي؟ ركز معايا بقى، ويلا أقول أول سؤال. لو سؤال hippos live in the desert no wrong right wrong yes right wrong wrong
فهد نمبر 2 desserts are hot. Desserts are hot. Yes. Yes or no? Yes, right. Yes. Yes. Okay, Fahd, add on number 3. Number 3. Horses have lots of trees. Yes. That's right. Perfect. Sad number 4. River have salt water. River yes. have salt water. الأنهار. Yes. إيه الخاصة بها ملحة؟ الأنهار salt no. water. No, no. wrong. Adam number 5. Number 5. The rivers. Nile is in Egypt. Yes or no? Yes. 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 Yes, right. Yes. Okay, Chad, Adam, have you finished? Yes. No. Okay, Adam, خلاص براحتك. Take your time. يا مس، هو انت هو احنا عاملينها بكره عشان تراجعي لنا على الاختبار على اللي احنا خدناه كله. ان شاء الله يا شادي باذن الله. اوكي يا شاد، اوكي يا ادم، اوكي يا شاد. كان فور توداي، كفايه كده النهارده. عندك اي سؤال يا ادم؟ طبعا الصفحه اللي بعتها ممكن. اه يس يا ادم. 171 از هوم. اوكي، باي باي. وعادي احفظ. جود باي. جود باي. جود باي. باي.